هل انتهت صلاحية تأشيرتك؟ هل تواجه صعوبة في عملية اللجوء؟ هل تبحث عن دعم ما؟ نحن هنا للمساعدة. نحن المنظمة الدولية للهجرة. إننا منظمة مستقلة نقدم خدمة مجانية تماماً تسمى المساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج. إذا كان هذا هو الخيار الصحيح بالنسبة لك، سنكون هنا لمساعدتك في كل خطوة على الطريق. سنوياً نقدم هذه الخدمة المجانية للهجرة إلى الكثيرين في مثل حالتك. إننا نحرص على كل التفاصيل حتى نتيقن من توفير رحلة آمنة لك. الخطوة الأولى سهلة جداً، قم بالاتصال أو بزيارة مكتب المنظمة الدولية للهجرة، وسوف نوفر لك كل ما تحتاج إلى معرفته، وندرك تماماً مدى صعوبة قرار الهجرة، لذا يمكنك طرح الأسئلة في منتهى السرية والحصول على الإجابات التي تحتاجها. سنتأكد من معرفتك لخياراتك، وسوف نشرح لك بالتفصيل آلية عملنا، وعندما تقرر أن تقدم طلبك، فإننا سنساعدك على ملء استمارة الطلب، وبمجرد الموافقة على طلبك يمكنك أن تقرر موعد مغادرتك البلاد، وسنتأكد من توفر كل الوثائق التي ستحتاجها، وسندفع ثمن توفير الوثائق التي لا تتوفر لديك، كما أنه يمكننا توفير طبيب إذا كنت مريضا أو بحاجة إلى المساعدة الطبية في رحلتك. عندما تكون مستعدا للهجرة سنلتقيك في المطار، سنجهز لك تذكرة السفر، وسيقوم فريق عملنا بمساعدتك والتأكد من صعودك على متن الطائرة. وعند وصولك يمكننا توفير المواصلات من المطار إلى وجهتك النهائية، وبعد أن يستقر بك المقام فإن المنظمة الدولية للهجرة بإمكانها أن تقدم لك المشورة والمال للتعليم أو العمل تأمينا لمستقبلك. عندما تكون مستعدا سنكون على تواصل لمعرفة كيف تسير بك الحياة. لمزيد من المعلومات اتصل بنا على الهاتف المجاني 1-800-406-406.